المحاضرة اللي فاتت كنا نشتغل على مثال على الـ CNN Classification على الـ Data Set اسمها Cats and Dogs. تمام، لأن أهمية هاي الـ Data Set إنه هي فعلياً إنه احنا اخذناه سابقا، انه انا كان في عندي الداتا سيت هذه بريلودد في التنسور فلو، فكنا نعمل لود خلاص انه بتيجي الامور عندي جاهزه. لكن الجديد اللي عندي في الداتا سيت هذه انه انا عملت لها داونلود وهي موجوده في مجلدات. هي في الغالب زي هيك بتكون الكلاسز، بتكون موجوده صور في مجلدات حسب الكلاسز، فهنا ترتيبها. فهي عشان هيك هاي الوصفه كتير مهمه، انه انا لو في عندي داتا سيت خارجيه من صور، انه انا كيف انه انا ارتبها بحيث انه ادخلها على السي ان ان. وشفنا انه النتيجه كانت عندي تقريبا 70%، صح؟ نعم، حكينا انه الداتا سيت حجمها تقريبا 2000. للتريننج 2000 والفاليديشن 1000. تمام، وحكينا انه 70% انه النسبة مش كتير، فبالتالي بدنا نروح باتجاه انه احنا انه في النتيجة انا عندي اوفر فيتنج. واضح جدا انه التريننج اكيورسي عمالها بتزيد والفاليديشن اكيورسي ثابتة، ففي هذه الحالة انه واضح جدا انه في عندي اوفر فيتنج. فكيف بدنا نمنعه؟ اول حاجة بدنا نزود البيانات باستخدام داتا اوجمنتيشن، تكبير البيانات او تضخيم البيانات، وبدنا نضيف دروب اوت. بدنا نضيف الدروب اوت على النتورك، برضه بيساعدني انه انا اخفف من حده الاوفر فيتنج، بيدي فرصه للنتورك انه هي تتعلم. انه انا بعمل دروب للويتس بشكل راندوم، الويتس اللي هو تعلمها، تمام، فبالتالي بيدي له فرصه انه يتعلم اكثر. طبعا اسلوب الداتا اوجمنتيشن بيعتمد على انه الصور هذه ممكن انه اعملها فليب، يعني هي نفس الصورة نفس الليبل، لو عملت لها فليب انه بتصير انه يعني بالاتجاه المعاكس وبتاخد نفس الليبل. في اسلوب تاني انه انا اعمل، طبعا هذا الكلام يعني راندوملي، تمام، هوريزونتال فليب، فيرتيكال طبعا ما يمشيش الحال، هوريزونتال فليب بشكل افقي انه بقلب الصورة. هنا في عندي روتيت للايمج، ممكن انه تكون صورة الكات زي هيك، ممكن انه اعمل روتيت بشكل راندوم لغاية زاوية 45، تمام، هذا الاشي انه معقول ومنطقي. اكتر من هيك لا، بتصير انه الصورة مقلوبة، فبالتالي اذا كانت الصورة زي هيك، تمام، ممكن انه بالروتيشن لغاية 45 درجة زي كأنه انا ميل الكاميرا زي هيك وانا باخد الصورة. وعادة انه في كتير ناس بتصور بالاسلوب هذا، فبالتالي طبيعي جدا انه يكون اشي زي هيك. طبعا هذا الهوريزونتال فليب، طبعا احنا نرجع هنا بعد ما صار في رن. انا عندي طبعا النتيجة اللي احنا حصلناها تقريبا 72%، يعني حوالين 70%، تمام، واضح جدا انه انا في عندي التريننج اكيورسي عمالها بتزيد بشكل ملحوظ، تمام، والفاليديشن اكيورسي انه تتجه بالاتجاه هذا، فواضح انه انا في عندي اوفر فيتنج. ونفس الشيء بالنسبه للايرور، الايرور تبع التريننج بقل، تمام، مع الايبوكس، بينما بيزيد مع التست.
بقل مع التريننج وبيزيد مع التست، فواضح جدا في اوفر فيتنج. فانا في عندي عجز في البيانات. لو حكينا انه سي ان ان فعليا بدها هيوج داتا عشان فعلا انه تكون فعاله وتقدر تتعلم منها. فهذا الهوريزونتال فليب انه على سبيل المثال انه هاي الصوره هوريزونتال فليب انه صارت زي هيك، تمام. الروتيت زي ما احنا شايفين انه الصوره هذه هاي صار في روتيت لها زي هيك للكات، تمام. الزوم انه ممكن الصوره هذه يا اما بعد او بقرب، طبعا هذا الكلام راندوم عشان يكون في عندي يعني تكون البيانات انه مش كلها نفس الزوم وتكون اقرب للواقعية اكتر، تمام. طبعا نسبة الزوم هنا 50%، فهنا في زوم للبيانات انه هذه الصورة اقرب وهذه الصورة ابعد زي هيك بهذا الشكل. فهذا الكلام كله كل العمليات هذه بدي احطها مع بعض، تمام. فهنا انا في عندي كذلك الريسكيل، تمام. فهي الريسكيل بالإضافة للروتيشن بزاوية 45. في عندي نظام الشيفت انه انا في عندي صورة الكات في المنتصف، ممكن اعمل شيفت للصورة زي هيك فبتصيرش انه هي في المنتصف، تمام. بنختار انه 15% في الويدث والهايت، وفي الهوريزونتال فليب ترو، والزوم رينج زي ما حكينا 50%. حطينا هذا الكلام كله، تمام، باستخدام دالة الايمج داتا جنريتور، تمام. وهذا الكلام بنخزنه في الايمج جن ترين. تمام، طيب هذا طبعا تعريف للايمج. يعني هنا انا مجرد انه استعدت الكونستراكتور بهاي الباراميترز، بضل انه هنا بطبقها، بحمل الداتا ست الاصليه، تمام، وهنا ترين داتا جن بخزنها، وانه انا بستدعي الكونستراكتور هذا فروم دايركتوري، اديته الباتش سايز والدايركتوري، اسم الدايركتوري شفل بتساوي ترو، والتارجت سايز والكلاس مود انه هي باينري، تمام. فهنا لقينا 2000 صورة في 2 classes، تمام. هنا بيعمل بلوت لسامبل من الصور زي هيك انه بشوف انه طبق عليها العمليات ولا لا، تمام. وهذا الكلام طبقه على الفاليديشن داتا، وهنه هيو صار بهذا الشكل. الان انا ممكن اشوف الشيب الجديد تبع البيانات. انا عندي الشيب تبع الاوجمانتد ايمجز، او اعتقد باللين انه انا ممكن اجيبها افضل. الشيب هذه مش باندا داتا فريم، هنا ماخذ سامبل، ادي ماخذ سامبل هنا 5، فهاي هي ستاش لما شفنا هنا باللين كان. دترين.
ديتا جن اوف الزيرو. اوكي، اعتقد انه هو يعني بيعمل جنريشن للايمجز هذه اون ذا فلاي، فبالتالي انه لا ما بخزنهاش انه هنا. نعم، فبالتالي انه هاي هنا هذه ملهاش داعي. اوكي، الان اجى دور للدروب اوت، فهنا بننشئ الموديل. تمام، convolution pooling، بوريها وراها دروب اوت، بعديها كمان مره طبقه convolution pooling. تمام، بعديها convolution pooling، وبعديها دروب اوت، وبعديها الفلاتنج، وفي انا عندي الدنس 512، والاوتبوت عباره عن 1 نيورون لانه باينري كلاسيفيكيشن. كومبايل للموديل ادم اوبتمايزر، اللوس باينري كروس انتروبي، والمتريكس اكيورسي، وهي السمري تبعه. فانا عندي تقريبا حوالي 10 مليون باراميتر اعملهم اوبتمايزيشن. هي عملنا ترين للديتا، واخر لوس انا عندي في التست 61. نعم، هذا الفيجواليزيشن. احنا فعليا منعنا الاوفر فيتنج، تمام، لانه انا عندي الترينينج واللوس المنحنى تبعهم انه قريبين من بعض. وهنا نفس الشيء بالنسبه للاكيورسي، انه هذا بيطلع وهذا بيطلع، فبضل انه الفكره في الموضوع انه انا ادي له ايبوكس اكثر في الترينينج، ممكن انه اجيب اكيورسي افضل. تمام، فبتزويد البيانات و الدروب اوت صار في عندي انه منعنا الاوفر فيتنج. اوكي، ففي السي ان ان لغاية الآن صرنا ماخدين وصفتين، في اعتقد لو احنا شفنا في الامثلة هنا انه في التنسور فلو دوكيومنتيشن في حلاقي انه الديجيت ريكوجنيشن انه مطبق عليها مرة تانية، انه عامل موديل باستخدام السي ان ان. فهنا اشتغل على الامنست داتا سيت ديجيتال ريكوجنيشن، وانه ضاف الطبقات، وانه النتيجه صارت 99. تمام، باستخدام السي ان ان. اما باستخدام النيورال نتورك العاديه، حدا فاكر قديش كانت النسبه؟ 93. نعم، فبالتالي هنا بالسي ان ان للديجيت ريكوجنيشن انه حصل نتيجه كتير انه ممتازه. فهذا المثال ممكن انه
برضه احط لكم اياه على الجيت هاب، مش حشغله انا لانه نفس الفكره يعني نفس الداتا سيت، بس يغير الطبقات انه ضاف طبقات كونفولوشن، فصار انا عندي انه 99. ستوب. تمام. طيب حكيت في السي ان ان، في عندي كذلك برضو موضوعين اللي هو الترانسفير ليرنينج وستايل ترانسفير. خلينا نبدأ بموضوع الترانسفير ليرنينج، والفكرة الأساسية تبعته إنه أنا بستخدم بري تريند موديل وبعمل له تونينج بطريقة معينة. تمام؟ فهذا الاكزامبل انا من وين اشوفه، خليك معي عشان تفتحوا معايا برضو. بروح هنا في التنسر فلو، يعني جيت هاب سلاش تنسر فلو سلاش دوكس، بروح على سايت انجلش توتوريالز ايميجز، وفي عندي هنا هذا النوت بوك اسمه ترانسفير ليرنينج. تمام، هاي 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 الباث كله بالكامل زي هيك، فممكن انت تشوفه. اوكي فتح معاكم.
اوكي نزلنا منه نسخة وهذا اوكي. فاحنا حكينا انه وين هذا وترانسفير ليرنينج. هاي نفتحه على الكولاب ناخذ منه نسخة ونظبط الإعدادات في الـ Runtime. أوكي. طيب الفكرة تبعت هذه النوت بوك أنا بنعمل Transfer Learning مع Pre-trained Model اللي هو ConvNet. فبالتالي الفكرة الأساسية إنه إحنا نستخدم موديل already pre-trained على large dataset تمام، ونستفيد من الموديل هذا في الفيتشر extraction تمام، وبعطيها إنه الطبقات اللي الدنس اللي ورا اللي بنستخدمها في الكلاسيفيكيشن هي اللي بنقدر إنه إحنا نلعب فيها تمام ونعملها training. أما هديك إنه بنستخدمها زي ما هي pre-trained، فبالتالي بنعملها freeze تمام. طيب اول حاجة بدنا نفهم البيانات هذه بعد الامبورت، بدنا نشتغل على داتا سيت اسمها برضو نفس الفكرة الكاتس والدوجز تمام. هنعمل داونلود للبيانات، خليني اعمل run all فما بخلص شرح الا بكون هو بخلص. طبعا هنا split weight انا قسمت الداتا سيت 8 1 1 يعني 80% training و 1 80% 10% validation واحد في المية تيست تمام. هي اوريدي بيعمل داونلود للبيانات، حجمها تقريبا 786 وهنا طبعا الداتا سيت هادي ار جي بي والتايب تبعها يوني انت 8. طبعا الشغله هذه كتير مهمه، ليش؟ لانه ايش اصغر في الحجم بالضبط. تمام. فهنا اظهر صورة، هذه الصورة وهي الليبل تبعها هنا زي هيك. لاحظوا ان الصور احجامها مختلفة، هي الليبل فوق وهي الصورة تمام. فهنا بدنا نعمل فورمات للايمج، ما دام انه هما احجام مختلفة بدنا نعمل فورمات للصورة بحيث انه
نعملهم ريسكيل لنفس الحجم، فبالتالي كلهم راح يتحولوا ل 160 في 160 بكسل، تمام؟ فهذه الدالة هي اللي بتعمل تحويل أو فورمات للصورة، بتغير السايز تبعها، بتخليهم كلهم ثابت، تمام؟ وهنا بنطبق هاي الدالة، بنناديها دائما دالة الماب، زي ما شفنا في البايثون إنه الماب على كل العناصر الموجودة هنا، تمام؟ بروح بيستدعي هذه، وهذه أصلاً تأخذ إيمج وليبل، بترجع إيمج بالسايز الجديد والليبل، فبالتالي إنه بتم تطبيقها على كل صورة بهذا الشكل. طبعاً هذا كلام طبقناه على الترين والفاليديشن والتست، تمام؟ هنا الباتش سايز والشفر بفر سايز، تمام؟ فهنا عملنا شفر للترينينج، ظبطنا الباتش تبع الفاليديشن والتست باتش برضو بنفس الفكرة. هنا أخذنا بس سامبل لصورة واحدة ونشوف الشيب تبعها كيف، تمام؟ فزي ما شايفين إنه هي 160 في 160 وثلاثة، ثلاثة شانلز. طيب حقيقة بدنا ننشئ موديل باستخدام بري تريند موديل. البري تريند موديل اللي احنا حنستخدمه هو موبايل نت فيرجن 2، وزي ما حكيت لكم المرة الماضية انه انت عندك في الكيراس في عندك بري تريند موديل، اعتقد انه في رابط لها هنا. لا هنا applications. يا حول ولا قوة. أعتقد slash هم هدول، تمام؟ gakiras.io/applications. احنا هنستخدم موبايل نت فيرجن 2، هذا عبارة عن بري تريند موديل موجود وجاهز، تمام؟ فكيف انه نستدعيه؟ فهي البيست موديل بتساوي tf kiras applications mobile net version 2، ادينا له الانبوت شيب، تمام؟ ودينا له الويتس اللي هي اصلا البري تريند اللي هي اصلا مدربه على الداتا سيت اللي هي الايمج نت، فعمل داونلود لهذا الموديل، تمام؟ هنا بيعرض الفيتشر باتش قديش الدايمنشن تبعته. طيب حكيت بدنا نعمل ايش؟ فريز للكونفولوشنال بيز، يبقى هنا بدنا نغير هذا البارامتر، يبقى بيس موديل دوت ترينابل صار فولس، هو كان ترو، تمام؟ هلقيت حولنا صار فولس، فهلقيت الموديل هذا بدنا نشوف السمري تبعه، شايفين كم طبقة فيه؟ هذا الموبايل نت، شايف قديش؟ ابدا من الاول، في انت عندك input، بعديها في عندك convolution padding، بعديها convolution 2D طبعا الطبقة الأولى، تمام؟ وهنا batch normalization، وبعديها reload، وبعديها expanded convolution يعني شبكة معقدة من CNN. هذا كله بلوك واحد، بعديها بنبدأ بلوك اثنين، بلوك ستة سبعة ثمانية 12، تمام؟ فبالتالي التوتال باراميترز انا عندي حوالي 2 مليون بارامتر، الترينابل منهم قديش؟ زيرو، لانه احنا عملنا له فريز، فبالتالي انه ترينابل صارت فولس، فبالتالي هنا النون ترينابل باراميترز 2 مليون هم كل البارامترز هذه، تمام؟
طيب الآن إحنا عشان نضيف الطبقات تبعتنا فبدنا نروح نضيف layers. فرحنا عرفنا حاجة اسمها يعني global average layer TF. الدنس ما هذا البلوك، ما انت لو تشوف التفاصيل تبعته، يعني انت بدك تشوف التفاصيل تبعته هنا. ماشي، انت شوف صورة الاركيتكتشر. ايش بستخدم؟ موبايل نت مش موجود هنا، عندي هنا ريز نت في جي جي. بس مثلا تشوف شغلة مثلا زي هاي، انت عندك ستاكينج لمجموعة من يعني من الطبقات. هنا عندك convolution 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 زي هيك، هذه سماها كلها بلوك. فالبلوك هذه فيها كتير شغلات ممكن يكون من ضمنها الدنس زي هيك. مش عارف اذا في هنا صورة للاركتكتشر تبعت الموبايل نت فيرجن 2. كاركتكتشر هون في بلوكس معينة انه فيها شغلات انه التفاصيل جوا، يعني لانه كنتورك انه كتير معقدة. يعني هاي هذا نوع من الشبكات مش من السهل انه انت كانديفيجوال انه انت تقدر تبنيه، انه انت تكون من ضمن تيم وانه تكون في عندك جريد او كلاستر انه انت ترمي عليه التريننج، انه يضله 3 اسابيع يضله شهر انه يعمل تريننج على الايمج نت داتا سيت. فبالتالي انا هنا الخلاصة في الموضوع انه عندي مجموعة من البلوكس زي هيك، حوالي كم بلوك؟ 13 14 16 بلوك. تمام، هنا ضفنا طبقات إضافية في الآخر. اللي هي طبقة convolution أو average، عفوا average pooling 2D. تمام، وبعدها هنا ضفنا طبقة للدنس 1. ليش؟ لأنه إحنا بدنا نعمل prediction لـ 2 classes اللي هي الكات والدوغ. طيب الآن نشوف كيف احنا عملنا ستاكينج للموديل تبعنا. عرفنا سيكوينشال، ضفنا البيس موديل لكل الطبقات هذه، واللي ترينبل فيها بتساوي فولس، يبقى هذا الموديل كله فريزد مش حيعمل فيه تريننج ولا اشي. وبعديها ضفنا طبقة الافريج بولينج، وبعديها ضفنا طبقة البريدكشن لاير اللي هي عبارة عن دنس. وين انا حعمل تريننج؟ هنا، هذا فيش فيه تريننج. تمام، فهنا حطيت الليرنينج ريت وعملت كومبايل الاوبتمايزر. انا عندي الار ام اس باينري كروس انتروبي لللوس، والاكيورسي متريكس بتساوي المتريكس بتساوي اللي هي اكيورسي. فبالتالي هنا الان السمري تبع الموديل بهذا الشكل. فانا ايش عندي؟ موبايل نت فيرجن 2 كم باراميتر فيها؟ 2 مليون. نعم، بعديها انا عندي طبقة الافريج بولينج. تمام، بعديها طبقة الدنس. فبالتالي هنا صار في عندي ترينبل باراميتر ونون ترينبل باراميتر.
فهنا عندي 1281 هذول ترينبل. النون ترينبل اللي هي تبعت الموبايل نت اللي احنا عملنا لها فريز، واحنا فعليا ليش حنستخدمها؟ في الفيتشر اكستراكشن، لانه هي اصلا مدربه على داتا ست كبيره، فبدنا نستفيد من الويتس اللي هي حصلتها وتعلمتها من الهيوج داتا ست هذه، وقعدت انه هي تعمل عليها تريننج لفتره طويله، انه نستفيد من الفيتشرز اللي يعني حستخدمها في الفيتشر اكستراكشن، وفي الاخير ضفت طبقه عشان تصنف التو كلاسز تبعوني اللي هو الكات والدوغ. تمام، واضح يا جماعه؟ يعني المثال السابق اللي احنا اخذناه، نزلنا الكات والدوغز داتا سيت، واحنا عملنا بناء لكونفولوت لسيان عن لوحدنا، تمام، وحصلنا نسبة 70%، وحاولنا ان احنا نمنع الاوفر فيتنج بانه احنا عملنا اوجمنتيشن للبيانات، تمام، عشان انه يعني يقدر يعمل اكستراكشن لفيتشر صح، لانه كان في عنا عجز في البيانات. وبالإضافة لذلك انه احنا ضفنا دروب اوت، لكن اللي احنا بنسويه هنا انه الايمج نت او الموبايل نت فيرجن 2 على ايش متدربة؟ متدربة على صور كتيرة فيها كاتس، فيها دوغز، فيها بليتس، فيها حيوانات اخرى، فيها فلاور، فيها كل ما يخطر على بالك من الكلاسز، تمام. وبدنا ناخد الفيتشرز اللي هي تعلمتها او الويتس اللي هي وصلت لها في انه احنا نعمل اكستراكشن للفيتشرز بس على تو كلاسز في التطبيق تبعي اللي هي الكات والدوغ. هي متعلمة على صور كتيرة من كلاسز كتيرة، بس احنا بدنا نستخدمها فقط للكات والدوغ. فبالتالي السمري تبع الموديل اللي بيش ديت مالها؟ لا، لانه هو فعليا بيعمل داونلود للويت هنا. اول ما انت تعرف الموديل، تمام، تياف كراس ابلكيشن موبايل نت فيرجن 2، وتقول له انه الويتس، لانه هذه مدربه على داتا سيت مختلفه، بتقول له انا بدي الويت اللي انت تدربت عليها تبعت الداتا سيت الايمج نت. ففعليا هو بيعملها داونلود، هيا اتش 5، فالويت صارت لوكالي عندك اوف لاين، وتستخدمها في التطبيقات تبعتك. نعم، ممكن تشوف واحدة من هدول انه مستخدمة في الفيس، هي حتلاقيها عادة في الأوبجكت ديتكشن، فبالتالي هي بتقدر تتعرف على جميع الأوبجكت، فانت بتخصصها بنفس الكيفية انه للأشخاص بالضبط. انه انت بدك، عفوا، انت بدك تحدد الوجه وين بالضبط، مش انه انت تحدد انه الشخص هذا، انه الشخص هذا هو فلان. هذه اسمها face recognition مش detection، فبالتالي انه بتكون في عندك في الداتا سيت انه في موديل جاهز، بس هذا الموديل لمين؟ للمشاهير، سيليبرتيز. فبالتالي هنا اعتقد في موديل جاهز كراس سيليبرتيز، سيليبرتيز celebrities face classification using Keras موجود. فبتلاقي صور ليوناردو دي كابريو و مين في كمان ممثلين،
يس ليبرتيز داتا سيت هاي هايو انبوت 5 سيليبرتي فيس داتا سيت داتا وهنا مستخدم الفي جي جي 16 والريز نت 50 اوريدي بري تريند عليهم فبالتالي انت ممكن انه سدي للمشاهير انت بدك للاشخاص يعني اشخاص محددين لازم يكون في عندك داتابيز لالهم فا ممكن انه انت تعمل تبني سي ان ان وتطلع انه هادي فلان وهذا فلان زي هيك وين وين بتحكي هذه نعم يعني انت بتقصد انه في هاي ممكن انه هو يفشل في تصنيفها لا لانه انت عندك هاي المنطقة هذه زي هيك انه هنا انه بتحدد انه هذا انف وهذا فم وهذا العينين وهذه الاذن فبالتالي هنا الالوان هذه مع الخلفية انه لا زي كأنه انت بتشوف حاجة من بعيد هيك انه مبين انه هو كلب فبالتالي انه لا بتقدر تعمل له ريكوجنيشن فبتصور انه يعني في انف فيتشر انه ممكن انه تصير لها اكستراكشن بحيث انه تديني كلاسيفيكيشن صح هيك بعتقد انا حتى لو كانت انه لون الخلفيه نفس لون الكلب انه زي هيك بس بالتالي انت عندك المنطقه هذه بيقدر انه هو يحددها زي هيك تمام هنا احنا بنعمل ترين للموديل هنا حددنا 10 ايبوكس فبالتالي قديش كانت الاكيوريسي هنا احنا لسه ما عملناش ترين هيو الفيت ترين بس هنا انه بالبري تريند موديل انه بالنسبة للكات والدوج قديش جاب 35% فبالتالي احنا بدنا نعمل له تريننج هنا لعشرة ستيبس هنا بس عشان انه يتأكد انه الموديل انه شغال فبالتالي هنا عمل ايفاليويت على الفاليديشن جاب له تقريبا 35% انه كنسبة دقة بعد التريننج وصلنا لنسبة 95 تمام هنا بيعمل لوت بلوت للكيرفز فبالتالي انه اللوس يرحمنا يرحمنا نعم الله يسلمك يا رب احنا بدنا ناخذ ترانسفير ليرنينج وبعديها خلاص يعني ستوب قصدي انه الستايل ترانسفير بعد هذه كمان مثال وانه خلاص يعني مش فعليا مش قادر يعني يعني الدوك تايب ممكن ممكن هل قلت انت
فبالتالي انت عندك في الداتا سيت، انت بدك تجيب بري تريند موديل هو اصلا متعرف على يعني شغلات كثيره من ضمنها الدوجز، على اوبجكتس كثيره من ضمنها الدوج، تمام؟ فبدك تعمل له تريننج انه اوكي بركز على الدوجز بس بدي تجيب لي الدوج تايب. نعم صحيح. فانت لو بدك انه الدوج تايب فبدك تجيب داتا سيت للدوج تايب وتعمل ترين للتو لايرز الاخرانيات انه ايش نوع الكلب هذا. صحيح، حيقدر انه هو يعمل ترين عليها، فيش مشكلة. على حسب عدد الأنواع الكلاب اللي عندك. لا، أنت قلت إنه أنت التارجت تبعك إنه أنت بدك تحدد نوع الكلب. فبالتالي الداتا سيت تبعتك إنه فيها كلاسز، إنه مثلاً في عندك 3 أنواع أو 7 أنواع، تمام؟ فبالتالي إنه لا شيل الكات من الموضوع، فبالتالي أنت بدك تركز على الدوجز، فبالتالي بيكون عندك داتا سيت. والله انت بدك تدخل في الموضوع الكات في الموضوع، فممكن هذه فيش ليبلز لنوع الدوغ، بس كات ودوغ بتقدرش تستخدمها. فبقول لك بدك تجيب داتا سيت تانية فيها انواع الكلاب، انه كل نوع او كل كلاس مصنف او محطوط في مجلد زي هيك، تمام؟ وبتعمل ترين عليها. كيف بالضبط؟ سلالة الكلاب هي موجود. فهنا واضح ان انا فيش عندي اوفر فيتنج، لانه انا عندي الاكيوريسي تبعت الترين والفاليديشن هيها بترتفع وبعديها انه بتستقر يعني في منطقة معينة. الاوفر فيتنج لما بلاقي واحد طالع، لما بلاقي التريننج انه هو طالع والتست انه هو ثابت، فبالتالي هنا بيكون اوفر فيتنج. لكن هنا طالما انه هم قراب من بعض وصار في استقرار انه خلاص يعني، فبالتالي ممكن بعد الايبوك التامنة انه هنا في انحدار شوية لفوق، يعني انه ممكن انه بزيادة ايبوكس شوية انه تزيد الاكيوريسي، لكن بعد الايبوك التامنة او التاسعة انه يعني الاكيوريسي مناسبة يعني نوعا ما، تمام؟ طيب لغاية الان واضحة الامور يا جماعة؟ نعم. هو بالعادة تبعت التريننج بتكون انه اعلى. هو فعليا انه عشان احنا بنعمل ترانسفير ليرنينج، انه احنا بنعملش يعني لو احنا بنعمل ترين على الداتا سيت تبعتي من سكراتش، فبالتالي انه من الطبيعي انه التريننج، لكن هنا انا عندي فيتشرز اوريدي يعني بري تريند على داتا سيت تانية بستخدمها في استخراج الفيتشرز، وانه بستخدم هذه انه يعني بستخرج الفيتشرز وانه يصنف بس كات ودوغ، فممكن يكون هذا هو السبب. لكن لو رجعنا للمثال السابق اللي احنا استخدمنا فيه الداتا اوجمنتيشن، قبل الداتا اوجمنتيشن لو شفنا انه الترين اكيوريسي اعلى لانه احنا بنعمل ترين على نفس الداتا سيت، لكن هذه الايمج نت انه فعليا هيوج، مش عارف قديش فيها كم مليون، فهاي الداتا سيت about 14 مليون، 14 مليون images، يعني اشي خيالي.
السكيورتي هي التريننج لللاست لايرز اللي احنا ضفناهم صح؟ وعنده جديه ترين فريز استخدمها بينما التريننج جديه بسيطه اللي صارت اللي صار الايفاليويشن لذلك الفاليديشن عاش يعني هو صح من التريننج بس على اي كم لاير صحيح بس انت يعني بتعمل انه يعني انت بتستخدم الموديل كامل بما في ذلك الجزئيه اللي انت عملت لها فريز البري تريند لا انا هنا بحسب انه يعني هنا هيو في الفيت الموديل الموديل انت عندك مكون من جزئين هيو مكون من جزء بالضبط هذا انه فريز وهذا انه انت اللي بتعمل له ترين تمام بس الفكره في الايفالويشن يعني انت كيف بدك تعمل ايفالويشن بتروح بتعمل باس للصوره للموديل فبالتالي بتمر على الموديل كله بما في ذلك هذه الطبقه عشان بالضبط في التريننج بس الاخير اللي هو مش ترين اصلا لازم يمر على 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 الطبقه هذه عشان يعمل فيتشر اكستراكشن اللي هي للايدجز والشغلات هذه ففعليا انت صحيح بتعمل ترين للطبقتين هدلاك بس لازم تمر الصوره على الموبايل نت فيرجن 2 عشان يطلع الايدجز الهوريزونتال والفيرتيكلز هوريزونتال والفيرتيكلز عشان انه فبالتالي انه هو somehow انه انكلودد في الحسابات صحيح بعملوش تريننج بس انكلودد في الحسابات له تأثير كبير كيف؟ ايش السبب؟ ايش الملخص؟ يعني قرأتيه ولا لا؟ في عندي batch normalization and drop out affect accuracy during training نعم فعليا صح هذا كلام فعلا احنا انت فعليا انت لما تضيف له الدروب اوت وكانه انت بتخرب له التريننج تبعه والفكره في الموضوع انه انت بدك تدي له فرصه اكثر انه هو يتعلم فبالتالي هذا ادى لانه التريننج اكيورسي انه يكون اقل من الفاليديشن اكيورسي طبيعي هذا الكلام تمام اللوك الايش في ال في وين وين انه هو سو ذا فاليديشن ماتريكس هاي دي ار تونت تيرند اوف وين كالكوليتينج الدروب اوت دائما بتكون انه اكتف وقت التريننج وقت التست بيصير لها اوتوماتيك نعم فبالتالي يعني هذا برضو شيء سبب ثاني يعني هذا كلام صحيح بالنسبه للدروب اوت ليش هو الايمج نت انت فعليا انه بس بالاضافه لذلك في عندك اوبجكتس ثانيه كثيره في عندك سيارات في عندك ازهار في عندك اشخاص في عندك بس تمام بس بتزيد حسبناها اليوم اوبجكتات نعم لو انا بدي اجيب دروب بدي ادربه على اوبجكت جديد مش موجود عندي هذا سؤالي هل بقبل بتصور لا بتصور لا طالما بتصير الخطوه البدايه زي ما انت حكيت بده بس تعمل اكستراكشن للفيتشر وتطبق عليها حسب صحيح بس الفيتشرز من صور من هذا النوع ما مرتش عليه قبل هيك شو بعمل تريننج صحيح يعني تخيل انت عندك جميع انواع المواصلات مع هذا الغواصه تمام
وانت بدك تعمل الموديل انه للغواصة، الشغلة اللي مش موجودة بالضبط. فبالتالي هو فعليا انه متعلم انه يعمل اكستراكشن منتا ويجي هذا هو أول استخدام الأثر للكوميرشل. أنا ضربت على الـ 6 بعد ذلك لما نحكي على الفود مثلا لما ندخل شغلات ما بعرفهاش. نعم فقلنا لا نبي ترين موديل وندخل اللي خلاص منها بالنية نعم مش مدرب عليه صحيح. بس أنت الجزئية الأولى إنه أنت تخصص للكات والدوك هذا برضو مطلوب، لأنه أنت لما يكون في عندك موديل وفي تقريبا 150 كلاس إنه الأكيورسي تبعته مش راح تكون زي إنه أنت تعمل موديل وتعمل له تونينج بس لتو كلاسز كات ودوك. يعني أنت قارن إنه أنت يكون في عندك فبالتالي انت الابليكيشن تبعك بدك تركز على شغله معينه انه كات ودوغ انه هي التطبيق تبعي بالضبط. فبالتالي احتمال انه هو حاجات لما يغلط حيغلط بين تو كلاسز، لكن انت عندك 150 كلاس لا احتمال الخطا حيزيد اكثر. فبالتالي هذا برضو مطلوب. اثنين مطلوبات انه يكون انه انت تخصص لتو كلاسز او لان من كلاسز من الكلاسز الاصليه في بالضبط الانكلودد في البري تريند موديل، او انه انت تحط كلاس جديد بانه هو بكون تعلم انه يطلع الايدجز والشغلات هذه للغواصه ممكن انه هو يتعرف عليها، يعني انه هذه غواصه او طائره يعني فبالتالي انه يعني جسم الغواصه زي جسم الطائره بس الطائره في لها اجنحه شيء زي هيك، الغواصه ما لهاش يعني الاجنحه تبعتها تبع ممكن تكون انه هي اصغر بس عشان تحفظ توازن. فانه هاي كلاس جديد يعني بس انه كفود انه فود ما مرش عليه قبل هيك، وتوقع الموضوع اصعب من غواصه انه لانه انت عندك في الملوخيه مثلا على سبيل المثال انه نمط يعني حاجه غريبه خالص، يعني انه نمط ما مرش عليه زي هيك، يعني ممكن انه تكون قريبه ل يعني لشوربه اكثر يعني بس 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 لونها يعني بس هلاك المطرين فكر عنه ولا نسيب له هو لا. السؤال انه يعني انا بقول انه في الفود ممكن تكون اصعب اكيد بفكرش انا عنه، بس انا بقول لك انه في الفود ممكن تكون اصعب اصعب شويه يعني محتاجه تونينج اكثر يعني ممكن تكون. طيب لغاية الآن الأمور تمام صح؟ صح يا جماعة؟ 100% 90% لا أنا بحكي على الأمور، أموركم 100% يعني مستوعبين تمام؟ 100% كويس. طيب ليه؟ هاي تنسر فلو دي تي اف دي اس تنسر فلو داتا سيت كيف لا في سبليت ويت انه موجوده هذا ماشي انا فاهم عليك انا مر علي قبل هيك بس هل احنا شرحناه هنا قبل هيك؟ لا صح؟ بالضبط. فبالتالي انت بتحط ويتس للسبلت هدول مجموعهم 10 نعم
هذه برضو ممكن تحطهم كفراكشنز، برضو بصير مجموعهم واحد يعني. طيب قديش النسبة احنا جبنا؟ 94 بتقولوا، 97، 95. عليكم السلام. فهنا 95 كويسة ولا مش كويسة؟ عاد هو مش عاجبه، فايش بده يروح يسوي؟ بده ياخذ كمان طبقتين من الموبايل نت ويفك الفريز تبعهم ويدخلهم في الترينينج كمان مرة. حقيت الموبايل نت في الأول استخدمه زي ما هو ترينابل فولس، عمل له فريز بس استخدمه في الفيتشر اكستراكشن. فايش بده يسوي الآن؟ بدي ياخذ كمان طبقتين منه من الموبايل نت، اخر طبقتين بالاضافه للطبقتين الجداد اللي اضافهم للكلاسيفيكيشن، ويغير الترينبل تبعهم تصير ترو، فبالتالي بتدخل معاه في التريننج. بس هذا هيو يعني داخلين احنا في تونينج اكثر، فهنا فاين تونينج اكثر. تمام، فهنا ايش عمل؟ انفريز للبيس موديل، فبالتالي حول انه ترينابل بتساوي ترو. فهنا بده يطبع عدد اللايرز في الموديل انا عندي. تمام، عدد اللايرز قديش؟ 155. حيعمل فريز لغايه 100، وال55 الاخرانيات حيخليهم انه مش فريز. فبالتالي هنا for layer in base model dot layers انه لغايه من الاول لغايه الفاين توند ايش عمل؟ رجعهم فولس، ترينابل فولس معنى رجعهم فريز، وضل انا عندي من 100 ل 5 ل 155 حوالي 55 لاير انه الترينابل تبعهم ضايل ترو. تمام، يبقى فك تجميد اخر 55 لاير بده يدخلهم في التريننج. نعم، كيف؟ انا ما سمعتش كويس. تمام، عمل كومبايل للموديل كمان مره. قديش كانوا الترينبل باراميتر اول مره؟ تمام، قديش؟ لا ان هذيك النن ترينبل باراميتر 1000 وشيء. تمام، حلقيت ايش دخلوا للمليون. يعني نرجع بشكل سريع هنا على الموديل كومبايل، انا عندي النن ترينبل 2 مليون والترينبل 1200. فبالتالي لما فكينا الفريز تبع اخر 55 لاير، فبالتالي صار الترينبل هنا قديش؟ 1,800,000، والنون ترينابل 300,000 او حوالي 400,000، 395,000. تمام، كيف؟ صحيح، هياخذ وقت اطول لانه في عندك لايرز اكثر بدها ادجستمنت للويتس. تمام، هاجيت هنا رجع يعمل تريننج من اول وجديد؟ لا، وراح كمل تريننج. فبالتالي هنا كمل التريننج، احنا اخر ايبوك تقريبا كانت انه 10، فهنا هي 11 12، كمل لغايه انه بدا من 10 لغايه 20 ايبوك. تمام، وهنا حسب الاكيوريسي، هنا بحكي الاكيوريسي وصلت 98، فبالتالي رفعها من 95 لا 98. زي ما حكينا ال 95 ما كانتش عاجباه، ففك الفريز تبع اخر 55 لايرز بالضبط. طيب هنا حط لاين
انه بعديه خلاص بدا هنا انه هذا التريننج الاولاني تمام، هنا ستارت فاين تونينج انه بالضبط نعم، انه هنا ورجاني انه هنا رجعت الفاليديشن اكيوريسي انه تقل عن التريننج لانه احنا دخلنا باراميترز اكثر في التريننج تمام. وهنا نفس الشيء في اللوس انه رجع الفاليديشن لوس اعلى من التريننج لوس يبقى الملخص من هذه الوصفة فعليا وصفة كتير ممتازة اسمها الترانسفير ليرنينج. خلي بالك تلخبطش بينها وبين الستايل ترانسفير. الستايل ترانسفير هناخده بعد البريك ان شاء الله وخلاص ننهي. يعني الترانسفير ليرنينج انه فعليا انه احنا نستخدم بري تريند موديل عشان ايش؟ عشان جزئية الفيتشر اكستراكشن، بنضيف عليه طبقات اضافية تصنف لي الكلاسز تبعتي الكلاسز المخصصة. وبعد هيك كمان استخدمنا في الوصفة هذه انه احنا عملنا فاين تونينج للبري تريند باراميترز انه احنا فكينا الفريز لبعض اللييرز الاخرانيات عشان انه يصير لها تونينج اكتر للكلاسز تبعتي. ففعليا هذه الوصفة كتير ممتازة تمام، انه انا لو بدي استخدمها او اعتمد على شغله موجوده انه مبنيه لانه ما فيش داعي انه نعمل ري انفنت للويل. نعم وينها؟ هنا هنا فاين تون ايبوكسي انه اخر مرة احنا يعني حطينا 10. بعد هيك انه التوتال ايبوكس بتساوي الانيشال زائد الفاين تون اللي هي 10 زائد 10 صارت 20 تمام. فبالتالي هنا انا اديته الترين باتشز الايبوكس اللي هي التوتال ايبوكس اللي هي حسبناها زي هيك يعني 20، وديته الانيشال اوبك ايبوكس ما تبداش من ايبوك 0، ابدا من اخر ايبوك انت توقفت عليها بالضبط. بس عشرة إيبوكس يعني إنه أنت تعال تطلع هنا إنه بعد العشرة إنه يعني خلاص استقر الوضع، فبالتالي إنه خلاص بتثبتها. يعني أنت لو وديت أكثر من عشرة يعني خلاص إنه بتلاقي هدول الكيرفز إنه خلاص صاروا بشكل أفقي إنه ممتدين مع بعض، فبالتالي إنه خلاص عشرة. الآن اللي بعد الفاين تونينج إنه أنت ممكن إنه تديره كمان عشرة إنه يكملوا تريننج، فبالتالي هذه كمالة الرسمة هنا. انه الاكيوريسي هي عمالها بتزيد لانه انت فعليا عملت فاين تون لبعض اللييرز انه تعملهم تريننج، ونفس الاشي بالنسبة لللوس تمام. طيب احنا زي ما حكينا انه الشغلات او الدروس المتعلقة اهم الدروس المتعلقة في CNN اللي هي بعد ما فهمنا شو هي تمام، في اخذنا مفهوم الترانسفير ليرنينج خلصناه قبل البريك. الان نيجي لموضوع الستايل ترانسفير. الستايل ترانسفير وين ممكن تلاقيه؟ هنا هذا يبقى تنسر فلو سلاش دوكس بعدها سايت انجليش توتوريالز، تروح على مجلة جينيريتيف تمام. بعدها في انا عندي نوت بوك اسمه ستايل ترانسفير
بنفتحه على الكولاب الشباك مفتوح الشباك مفتوح يا أستاذ تمام وعشان الصوت واضح كتير يعني طيب زي ما تعودنا بناخذ منه نسخة عشان نحفظه عندنا بعمل له رنيم هذا بطبيعة الحال CNN بظبط هنا بشيل هاي التشيك عشان يحفظ الاوتبوت تبع النوت بوكس طيب ايش مفهوم الستايل ترانسفير الفكره انه انا بيكون في عندي صورتين واحده بسميها سي والثانيه بسميها اس السي بتحتوي على كونتنت والاس بتحتوي على ستايل معين تمام والمطلوب نقل الستايل تبع اس واحطه على الكونتنت سي تمام يعني على سبيل المثال لو عندي صورة سلحفاة بهذا الشكل تمام وهي الستايل اللي انا موجود عندي يعني صورة ملونة بألوان مائية تمام فالناتج انه صورة السلحفاة صارت ملونة بالألوان المائية نقلنا الستايل تبع هاي الصورة لصورة السلحفاة بهذا الشكل في مثال تاني احنا برضو حكينا عليه وين في الستانفورد اوكي غير اجيب اللينك لو عندي هنا في الكونفولوشن برضو في مثال مشابه زي هيك لو عندي هاي الكونتنت عبارة عن صورة الدب والستايل هي عبارة عن صورة بالألوان المائية تمام فبالتالي انه مطلوب نقل انه عمل يعني جنريشن لموديل او لايمج عفوا الجنريتد ايمج هي فيها الكونتنت بس اخذت الالوان او نظام الالوان من الصورة تبعت الستايل وفي امثلة كثيرة موجودة ستايل ترانسفير موجودة هذه برضو كخدمة أونلاين هاي اكثر من مثال هذه صوره هذه الستايل صارت بالكونتنت بنفس الستايل طبعا هذه صوره يعني منظر نهاري لمدينه تمام وهنا منظر ليلي لمدينه ثانيه طبعا مختلفه
المنظر تمام. فالمطلوب انه هاي الصورة الاصلية انه كيف راح تكون شكلها في الليل يعني. فبالتالي نقلنا الستايل تبعت الصورة اللي في الليل يعني. هاي تطبيقاتها بشكل كبير يعني. لو كان في عندي صورة لمكان في النهار مش موجود لها في الليل، ممكن اعملها جنريشن، انا ادي له ستايل لصورة مدينة في الليل. تاخذ ايش؟ صحيح. وبالتالي هنا انا عندي صورة عادية انه اخذنا الستايل، انه انا عندي العمارة انه بتكون انه النمط تبعها انه زي هيك يعني. لاحظي هنا انه انا عندي المنطقة هذه عبارة عن حائط تمام، بسبب الستايل هي طلع انه زي اشي ضاوي طول يعني طول الحائط هذا. نفس الستايل اللي احنا شفناه قبل شوية مع الدب، هي صورة مختلفة. فبالتالي بتطلع انا عندي صورة المدينة هنا مع الالوان المائية تبعت الستايل. نرجع على النوت بوك نعمل run all وبكمل شرح. هنا عندي صورة الكونتنت، هاي الباث تبعها URL، وصورة الستايل برضو URL. هذه الدالة بتعمل لي فيجواليز للانبوت تمام. وهنا عملنا ايمج شو برضو دالة تانية ايمج شو. فبالتالي هنا بنعرض الكونتنت وبنعرض الستايل، بس انه هنا مجرد انه هيلبر فانكشن نحن عرضنا صورتين جنب بعض. طيب ايش القصة؟ انه انا برضو بنفس الفكرة بدي اخذ بري تريند موديل، بس هذه المرة ايش اخذ؟ اخذ ال VGG19 تمام؟ يبقى هنا عندي الموديل سميته VGG TF كيراس ابليكيشن VGG19 تمام؟ وهنا طلبنا منه يعمل لود للويتس اللي تدرب عليها من الايمج نت. طبعا هنا عمل ريسايز للايمجز. طبعا هذا الكلام تفاصيله وين بتلاقيه في الفي جي جي 16 او 19، انه انت عندك الانبوت ايمج مفروض قديش يكون السايز تبعها فوق شوية هذا في 224 نعم. فعشان هيك احنا بنعمل ريسايز للايمج بنفس السايز هذا تمام. فبالتالي احنا مجرد انه احنا عملنا بريدكشن لهي الصورة ايش هي، طبعا طلع لي انه لوجر هيد 74 وهنا ليذر باك 11 الى اخره تمام. طبعا اللوجر هيد هي عبارة عن انواع من السلاحف. لو شفنا الصورة تبعتها انه هي اصلا اللوجر هيد هي عبارة عن انواع من السلاحف، يبقى تعرف عليها انه صح تقريبا تمام. فبالتالي انه الفي جي جي 19 انه احنا استخدمناه انه جبنا التوب 5 بريدكشن او كلاسيفيكيشن لهي الصورة وجاب الكلاسيفيكيشن تبعها صح. احنا ايش بدنا نستخدم الفي جي جي 19؟ انه بدي اقول له لو سمحت طلع لي الستاتستكس او الفيتشرز تبعت الكونتنت والفيتشر تبع الستايل، واعمل لي جنريشن لايمج انه يكون الفيتشر تبعها قريب لهاي وقريب لهاي. كمان مرة كيف الفورميليشن تبعت الماشين ليرنينج هنا كانبوت واوتبوت؟ هيكون مطلوب جنريشن لايمج الفيتشر ستاتستيك تبعها قريب من الفيتشر ستاتستيك تبعت الكونتنت، وفي نفس الوقت قريب
من الفيتشر ستاتستيك تبعت الستايل. فعشان هيك بده يكون في عندي في الموديل اثنين لوس فانكشن. ليش اثنين؟ لانه في عندي كونتنت وستايل، بدي احسب اللوس تبع الكونتنت واللوس تبع الستايل، واثنين بدي اعملهم مينيمايز. تمام؟ similar لل both features اللي هي تبعت الكونتنت والستايل. فبالتالي طبعا طبيعة الحال، فعشان هيك انا في الترين موديل بدي اضيف التو لوس فانكشن، لانه انت في بعض الاحيان لو انت يعني ممكن تنحاز اكثر للكونتنت، فبالتالي انه لا بتصير الصورة اقرب للاوريجينال كونتنت، او ممكن تنحاز للستايل اكثر فبتصير اقرب للستايل اكثر. يعني انت تعال تطلع هنا انه هاي الكونتنت وهي الاوريجينال، بس لما نيجي هنا انه المطلوب الاوتبوت زي هيك، تمام، انه ممكن انه لدرجه معينه انه ممكن تكون السلحفاه مش باينه، فبالتالي انه انت قربت اكثر للستايل من الكونتنت بالضبط. لكن انه انت بدك تظهر الشكل وفي نفس الوقت بدك تحافظ على الستايل، الاثنين سوا اثنين لوس فانكشن. تمام. طيب عملنا داونلود، للفي جي جي وطبعنا اللايرز. انا في عندي انبوت وفي عندي كونف واحد كونف اثنين كنظام بلوكس، طبعا في تفاصيل جوا بعديها متبوع ببولينج بلوك اثنين، البولينج تبع بلوك اثنين، فحوالي في خمسة بلوكس. تمام. طيب هنا بدي اختار انترميديت لاير من النتورك عشان تعمل لي ريبريزنتيشن للستايل والكونتنت تبعت الايمج. فبالتالي هنا انا اخترت هذا اللاير اللي هو كونف 2 اللي هو بلوك 5 هذا اللاير. تمام. طبعا انا بدي اختار لاير من المؤخره، يعني هنا من الاخر انه يعمل ممكن اختار انه هذا او هذا او هذا. طبعا هذا الموضوع انه موضوع تاني، بس الفكره في الموضوع انه انا بدي اختار لاير بيمثل لي الفيتشر مابس تبعت الكونتنت وتبعت الستايل. تبعت الكونتنت انا اخترته اللي هو هذا اللاير اللي هو بلوك 5 كونف 2. اما الستايل ايش اخترت؟ بلوك 1 و2 و3 و4 و5 كونف 1، يعني هدول. هذا ايش كمان؟ بلوك 2 كونف 1، بلوك 3 كونف 1، 4 كونف 1 و5 كونف 1. هدول كيف؟ انه ممكن كيف هل مثلا بفهم المعماريه تبعت صحيح، بس انت انه كتاسك انه اكسبيرمنتالي انه هم جربوا انه يختاروا لايرز انه بطريقه معينه، لو اخترت لايرز ثانيه برضه بتدي لك نتيجه، بس افضل لايرز انه كانت انه هذا الاشي يعني. فبالتالي انت ممكن تمشي على نفس الوصفه، او ممكن تختار انه والله للستايل بدي اختار مثلا انه هذه بدي اختارها للكونتنتس، والستايل بدي اختار بلوك 5 كونف 1 بلوك 4 كونف 1 زي هيك. او ممكن تختار انه الاثنين انه يكونوا مجاورين لبعض، مثلا بلوك 4 وبلوك 3، بلوك 4 كونف 3 بلوك 4 كونف 4، انه واحده للستايل والكونتنت. بس المنطق بيقول انه انت تبعدهم عن بعض، المنطق بيقول انه يكون في مسافه بيناتهم، انه زي هيك انه تظهر لك ستايل معين في الالوان يعني. تمام.
طبعا المنطقية في الموضوع انه دائما انه الكونتنت بختار من الاخر، لانه فعليا انه بتكون اقرب للكلاسيفيكيشن، فبالتالي انه بتمثل الكونتنت اكثر. اما الالوان فالمنطق بيقول انه نختارهم من الاول، لانه من الاول انه هي تتعرف على الوان اكثر وايدجز اكثر، فبالتالي وهي هذا ملخص هذا الكلام زي هيك. طيب بعد هيك بدنا نبني الموديل، تمام؟ بدي اعرف هيلبر فانكشن، تمام؟ الهيلبر فانكشن هذه انه يعني بدي اعمل فريز لللاير هذا، انه يعني بتاخذ لايرز معينه من الفي جي جي لايرز، تمام؟ وبتخلي الترينابل تبعه فولس، بتعرف الموديل بتخلي الترينابل تبعه فولس، تمام؟ وبتعرف الاوتبوت وبترجع هذا الموديل، بس هيلبر فانكشن. بعد هيك بعرف الستايل اكستراكتور، اديته الفي جي جي لاير، وبعرف الستايل اكستراكتور اديته الستايل اكستراكتور زي هيك، تمام؟ وبعد هيك بدي يعني مجرد انه هو طبع الشيب لكل اللايرز هدول، هذه الداله بتحسب الستايل، تمام؟ طبعا هذه عباره عن فيتشر ماب، يعني هي معرفه بشكل مسبق، تمام؟ لها علاقه كذلك بالايمج بروسيسنج، بتحدد الفيتشر ماب تبعت صوره معينه. فهنا بدي اعرف كلاس بستخرج الكونتنت الستايل كونتنت موديل، تمام؟ هاي التعريف تبعه زي هيك، تمام؟ ورحت هنا عرفت اوبجكت من هذا الكلاس اللي هو اكستراكتور، ومره بديله الستايل ومره بديله الكونتنت، فبالتالي انه هاي الستايل الشيب تبعها، وهنا تفاصيل الشيب تبعت الكونتنت زي هيك. طيب ضايل انه احنا نعرف اللوس، فهنا عندي لوس ستايل كونتنت لوس، تمام؟ اخذت الستايل اوتبوت واخذت الكونتنت اوتبوت، وبدي اعملهم اوبتمايزيشن الاثنين سوا، فالنهايه انه قبل ما ارجعه اللوس بيساوي الستايل لوس زائد الكونتنت لوس، فبالتالي انا برجع هذا اللوس، ومطلوب انه انا اعمل مينيمايز لهذا اللوس، فبالتالي هو عباره عن كومباينيشن لهدول الاثنين. فزي ما حكينا انه احنا المطلوب انه نعمل جنريشن لايمج تكون قريبه للستايل وتكون قريبه للكونتنت، هيك بنحقق المطلوب. انا الان لسه ما عملتش ترين، مشيت هنا ترين ستيب ترين ستيب ترين ستيب ثلاث خطوات، وهنا رحت طلعت شو للايمج بعد تريننج خمس خطوات. لاحظ انه كيف الستايل بدا يدخل على الصوره زي هيك، هذا بعد ثلاث خطوات. هنا حدد الايبوكس 10 والستيب بير اوبك ايبوك 100، تمام؟ فالان انه هذا بعرض لي انه بعد التريننج ستيب 1000 كيف شكل الصوره صار الجنريتد. هذا بس مجرد انه بيظهر لي كيف الفيتشر ماب انه بتطلع معايا، تمام؟ وبحاول انه هو يطبق طبعا هذا للاوريجينال كونتنت، تمام؟ هذه انا عندي هنا الخطوط الرأسية الفيرتيكالز، تمام؟ وهذا للستايل هوريزونتال وفيرتيكال نفس الفكرة، فهنا هوريزونتال وفيرتيكال انه يعني زي هذه كونفولوشن اوبريشن، انه تعرف على الحواف وببدأ بده يدخل الستايل على هاي الحواف بهذا الشكل. صح
صحيح بالضبط. فهو فعليا انه بيحدد الحواف وبصير يلون على الستايل بالضبط. كيف؟ هذه الصورة. نعم تمام. فبالتالي هنا هذه الدالة اللي هو الهاي باس اكس واي، هذه عبارة عن فلتر من الايمج بروسيسنج، فعليا بتطلع لي الخطوط الرأسية والأفقية، ونفس الاشي بالنسبة للستايل الخطوط الرأسية والأفقية. فبالتالي هاي الفلتر من الايمج بروسيسنج بيساعدني في التلوين، انه نحدد الحواف في التلوين. فعشان هيك هيستخدمها في الاوبتمايزيشن تمام. وهنا حنشوف كيف وضعها بعد الالف تريننج، بعد ما استخدمنا الاوبتمايزيشن هذا. فبنلاحظ انه وضعها يعني نوعا ما انه احسن شويه تمام. فبالتالي انه بيقدر انه يعمل سيف للموديل هذا بشكل يعني، او للجنريتد ايمج فاينالي تمام. فبالتالي في الستايل ترانسفير انه احنا ممكن نمشي ستيبس معينه في التريننج لغايه لما اصل لدرجه معينه من التلوين زي ما شفنا هيك تمام، زي هاي، او انه اطبق ايمج بروسيسنج فلتر بتساعدني في تحديد الحواف الخطوط الراسيه والافقيه وادخلها في النص. فبالتالي بصير في عندي امكانيه انه انا بعد تريننج معين، بعد يعني 1000 ستيب في التريننج، انه احصل على هذه الصورة تمام. هيك تقريبا بنكون خلصنا اغلب مواضيع السي ان ان. لسه في مواضيع تانية بس هدول اهم ثلاث مواضيع، انه احنا نستخدمها في الكلاسيفيكيشن، او انه احنا نستخدم بري تريند موديل، وانه احنا نستخدمها في الستايل ترانسفير تمام. المرة الجاية هذه شغلة من الايمج بروسيسنج، انه انت تطلع فيتشر ماب وتحسب ستايل معين، يعني ما خطش فيها كتير، بس هي فعليا جاية من الايمج بروسيسنج. نعم المرة الجاية ان شاء الله بنبدأ نحكي في الار ان ان تمام. محاضرتنا الجاية ان شاء الله يوم الاثنين، المحاضرة الجاية يوم الاثنين تمام، الساعة 1.